لزكريا الهاشمي، الهاشمي في الجهة اليسرى، محاولة ودادية العرضية، جول 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 جول، ثالث هذه المرة يأتي الهدف من جانب وليد الكرتي، سجل الهدف في حدود الدقيقة الثانية من الوقت المضاف، يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثالث لفريق الوداد الرياضي. شوف الأخطاء في دفاع فريق أولمبيك ريبكا، شوط أول أقل ما يقال عنه، يعني هذا الوصف ربما أكون قاسي على فريق أولمبيك ريبكا، لكن أقول بأنه كان شوط كارثي. الفريق تهوى بشكل واضح أمام فريق الوداد، نتيجة 3-0 3-0 3-0، يقتل أحلام فريق